الو هاي ام، عاجبكم هذه نهايتها؟ ما خلتوني اخذ البنت، ما خلتوني اتزوجها، اهو انا خطفتها والحين انا بالسجن. مبسوطين؟ انا كم مره اقول لكم الله يسامحكم يا اهلي، عن جد الله يسامحكم. خلاص اهو انا تمرمطت وتبهذلت انا بالسجن. اوكي بس اقول لكم شيء، هل لا تحرموني منا، هل لا تبعدوني عنا، مثل ما هو قطعة مني أنا تراني قطعة منا، تحب أموت أنا ذو بندوخ أنا والله وميت فيه، تحب وقلبي وعقلي وروحي يعلني ما بكي، هل يالله يسامحكم إذا ما كان عاجبكم، هل تكفون طالبكم، أحس بشوفه الجنة، تحبه أموت هذوب أدوخ أنا والله وميت فيه، تحبه وقلبي وعقلي وروحي يعلني ما بكي، هل تكفون خلوني معه لا تلوموني، هل ما أريد أنا غيره ولا يغنين أحد عنا، تحبه أموت هذوب أدوخ أنا والله وميت فيه، تحبه وقلبي وعقلي وروحي يعلني ما بكي. تعال. على اليوم انا انبسطت منه بشغلتين، انه اول شيء سمعنا صوت فيه باور اكثر وكان واثق اكثر هو عم بغني. الباور لحاله يعني مش بس انتبه على الباور، انتبه كمان انه يغلف الصوت يكون في عنا رني، وهيدا الشيء ما كنا سامعينه كثير قبل. فتحه التم كانت احسن وساعدته ومبين انه كان مركز عليها، سو انا بهنيه، بس كان شوي مستعجل، فضل ينتبه أكثر شوي على الريتم وتفاصيل اللحن بالأول كان لازم يركز عليهم أكثر، بس أنا بهني على الأفورت يلي عمله. علي مغير كتير، دخلته كانت كتير حلوة، وحسيت أنه طلبت منه بالصف أنه خلص طلع من حالك، هيك واحد يحس أنه فات بالجو الأكاديمي. هلأ بلش يفوت بالجو الأكاديمي، سعي صوته عم بيكبر، بس الإحساس بده شغل. علي اليوم منيح، حسيته واضح، صوته عالي أحسن من كل مرة. مستعجل شوي لأنه أنا قايلت لهم دقيقتين، كان بيقدر يشيل مقطع من الغنية ويغني أهيان. ما بعرف، أنا قلت لهم عندكم وقت تطلبوا، هو ما طلب رقم، يمكن بيقدر يقول لي أنه هن يعني عطيوا أمه تليفون تطلبوا ورد على التليفون، مش مشكلة. بس شفته اليوم هيك بفتكر هالإنرجية اللي أخدها من البرايم لأنه كان منيح، وقلنا له أنه منيح كمان عطيته لليوم. أنا شفته اليوم منيح، والموضوع حلو أنه خطف بنته وحبسه وكذا، مش ضروري يكون عامل جريمة، حلو ليش لا، والغنية لها علاقة تماما بالموضوع يلي أخده. بالنسبة لعلي بدي بلش بالشق الإيجابي، والإيجابي جدا هو الدخول، كيفيت كيف زدتو، وفعلا كنت تمنيت أنه ينقال أنه مثلا معك أهلك، أو أنه مثل كأنه هن طالبين له أهله، لأنه توقعت أنه يطلب رقم، ولكن بتمرق كأنه زدتو بالأوضة ومعه دقيقتين يحكي مع أهله طالبين له إياهم. الشغلة الثانية اللي عملها منيح هو النبرة كيف حكي مع أهله، عجبتني، حسيت أول مرة علي مفكر بموضوع، يعني أكتر إيفال أنعني أنه كيف عم بعيد كيف عم بلوم أهله. هلأ يلي ما كتير أنعني هو الوصلة، أنه أقولكم شيء وغنى، كنت تمنيت أنه يدرسها أكتر، أو ما بعرف يبلش يدندن لحاله ويرجع ياخد الخط ويغني، ياخد التليفون يرجع يغني على العالي وكأنه منه مستسلم لهيدا الحب. حبيت الفكرة، لقيتها لذيذة، ولقيت كتير نظيف كيف ظهر كمان، خبط على الباب وقالوا له يلا تفضل مشي، يعني كله على بعضه اليوم كان مقبول. هلأ بدنا نشوف بعد البقيين تنقدر نقارن، ولكن علي عم بيشتغل بصفوف.
أنا اليوم حبيت اللي عمله علي لأنه مبين أنه عم يعمل جهد، يعني حسيته عم يشتغل أكتر، حسيت حتى نبرة صوته مش بس بالحكي بالمغنى، اليوم علي كأنه حدا تاني، حدا جديد. هيدا بيبين أنه هو حابب يتقدم وحابب يشتغل، وبيبين أنه كمان النوميناسيون هزته تمشان يشتغل أكتر. إن شاء الله يكون علي قادر يكفي بهيدا النمط، يقدر يتقدم أكتر ويفرجينا صورة جديدة من علي، ونكتشف كل الأشياء الحلوة اللي بصوته.